أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مشاهدين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في سلسلة كيف تنجح في مشروعك، نتمنى متابعة مقاطعنا السابقة عن هذه السلسلة وكذلك مقاطعنا اللاحقة. تابعونا اليوم في هذا الموضوع. فإذا قررت عزيزي صاحب المشروع أن تعمل في مجال تربية أو تسمين المواشي، فيجب أن تكون مستعدا جيدا لذلك. فليست الرغبة وحدها أو حب العمل هو وحده كفيل بنجاح أي مشروع، وهذا ما نؤكده دائما. فلا بد من توافر عوامل، ومن هذه العوامل أولا الإدارة، وهي العصب الفعال والمحرك الرئيسي في سير العمل والإنتاج. وثاني العوامل هي اليد العاملة، حيث يجب أن تتصف بالنشاط والأمانة، إضافة إلى الحيوية وحب هذه الحيوانات. أما ثالث العوامل فهي المراعي، فلا بد من توفر المساحات الكافية من المراعي الطبيعية ذات الغطاء النباتي الجيد، إضافة لبقايا المحاصيل لتسد جزءا كبير من الاحتياجات الغذائية للقطعان، مما يؤدي للربح الوفير. هذا وقبل تأسيس أي قطيع وبدء أي مشروع، لابد من دراسة بعض الأمور وأهمها، وهي تحديد الهدف من المشروع. هل هو مثلا لإنتاج اللحم أو الحليب أو مشترك، يعني لحم زائد حليب، وأيضا تحديد ظروف منطقة العمل وملائمتها للإنتاج المطلوب. فمثلا إذا قررت العمل في مجال إنتاج الحليب مثلا للأبقار على سبيل المثال، فهل يوجد لك سوق في منطقة العمل لتصريف الناتج؟ وإلا إذا لم يكن لديك سوق فكان المشروع فاشلا. فتوفر سوق لتصريف الإنتاج يعد أهم العوامل المشجعة والمنجحة لأي مشروع، وكذلك توفر مستلزمات الإنتاج، ومن أهمها الأيدي العاملة. وليست العاملة فقط كما نؤكده دائما، لكن يجب أن تكون الأيدي العاملة الخبيرة، والخبيرة في كل شيء في مجال الرعاية الشاملة لهذه الحيوانات. أيضا من الأمور المهمة توفر المواد العلفية المختلفة وكذلك الأدوية البيطرية على مدار السنة. ومن الأمور المنجحة للمشروع تحديد حجم القطيع المناسب لرأس المال، ودور الإدارة الفنية والاقتصادية الماهرة دور كبير. فيجب انتخاب القطيع الجيد والاحتفاظ به، يعني على مسار المشروع، وكذلك استبعاد القطيع الرديء، بحيث يحتفظ مثلا بالقطيع المنتج الذي له قابلية على التوأمة على سبيل المثال، أو الحيوانات الحنونة التي تعتني بصغارها، هذه يجب أن نحتفظ بها، أو التي إدرارها من الحليب عال أكثر من غيرها، أو التي تتمتع بصحة جيدة ولها مقاومة للأمراض. وبالتالي لابد من فتح سجلات للقطيع تسجل فيه كل الملاحظات وندونها بشكل واضح، لأن هذه السجلات ستكون في المستقبل أساسا نعتمد عليه في تحسين نوعية القطيع باستمرار. فيمكن لأي مشروع أن يحقق أرباحا هائلة إذا، وهذه الإذا مهمة جدا أرجو التأكيد عليها، إذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح. ومن الممكن لا سامح الله أيضا أن يتسبب بخسائر فادحة
إذا ما تم تنفيذه بالشكل الخاطئ، يعني اعتمادا على الهوى والرغبة دون وجود أو اعتماد الخبرة الكافية. فالمشروع كما أسلفنا يحتاج إلى توفر رأس المال الذي بدونه لا يمكن قيام أي مشروع، وأيضا وجود قطعة الأرض المناسبة التي يقام عليها المشروع مع ملحقاتها. أما إذا لم تتوفر قطعة الأرض فممكن إيجار قطعة أرض مزروعة بالطعام المناسب للقطيع. كذلك كما قلنا لابد من وجود الراعي الحريص والخبير الذي يقوم بتربيتها والإشراف عليها في كل المراحل، ويقدم لها الطعام والشراب والرعاية الصحية والمساعدة في الولادة مثلا وفي غيرها من الأمور. أما إذا أصدرت قرارك في العمل في أي مشروع في مجال معين لابد من الاستعانة بالخبير لكي يشتري لك القطيع، خصوصا إذا لم تتوفر لك تلك الخبرة، وهذا سيوفر لك الكثير من الجهد والمال كونه خبيرا في أسعار القطيع، كذلك خبيرا في انتخاب الجيد منه وخبيرا في اختيار المناسب لك. وكما قيل ما خاب من استشار، كما ورد في موروثنا الديني. وعند البيع أيضا لابد من اختيار الوقت المناسب للبيع، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعا في الأسعار. وأيضا إذا لم تكن لك خبرة في البيع ممكن اعتماد من له خبرة في ذلك ومن له القدرة على تسويق إنتاجك وفق هامش ربح متفق عليه مع الطرف المسوق حتى يتمكن من تسويق إنتاجك دون خسائر لا سامح الله. فالسير على خطة منظمة يضع المشروع في المسار الصحيح، ويجب أن تكون الخطة مرنة بما فيه الكفاية حتى يكون المشروع قادر على التكيف مع أي طارئ أو تغيرات محتملة مثلا في السوق، ولكي يتمكن المنتج من الوصول إلى المستهلك بنجاح. ولا بد لنجاح مشروعك من خلق شبكة علاقات ناجحة، وهذه تعد من العوامل الجوهرية للتسويق الجيد. وفي الختام ولضمان نجاح مشروعك لابد من الإلمام بكل جزئيات المشروع، ولا يمكن أن نضعها في مقطع واحد. تابعونا من أجل المزيد إن شاء الله. نودعكم برعاية الله وحفظه، ونتمنى أن نكون قد قدمنا مقطعا مفيدا ونافعا.